حبيبتي هي بطنك مالها؟ انت حامل؟ لا يا بابا، ده مجرد راكون. ايهو، ايه الراحة دي؟ كتاب كيكة وكيه من الكندي وراكون متغطي تحت الهدوم. اكتشفوا ازاي تمرروا اي حاجة من اب صارم في الفيديو الجديد. كفاية نوم، وقت الصحيان، أنا هغير بسرعة وبقيت جاهز أبدأ الشغل. أنا ممكن أحرس أي حاجة، الحاجات الممنوعة مش هتعدي مني. صباح الخير، أنا متحمسة لبداية يوم جديد والتشوبا تشوبس بتاعتي معايا. أنا جاهزة لمواجهة بابايا الشكاك. فيو حبيبتي، ده أنتي بس. هاي يا بابا، أنا هخلي دي معايا. دادي استنى، خليني أحضنك تاني علشان الحظ الحلو وأقضي شفت لطيف ومصاصاتي رجعت لي. إيه الفطار الصحي الحلو ده؟ أنا بحب وجبة الشوفان. حبيبتي اوعي تلمسي قطع الوافل، دي فيها كمية دهون كتيرة. بابا استني، خليني افتش الملاحة. ده فيها ملح فعلا، ممكن تستخدميها. واو، شكرا على ثقتك فيا يا بابا، انت طاغية حقيقي. أليس انا اسف جدا. اتفضلي، ممكن تاخدي اي حاجة انت عايزاها، حتى المايونيز. ايوه حتى المايونيز، رغم ان غريبة انك بتاكلي منه كتير جدا. مين بيحب المايونيز بالشكل ده؟ في حاجة مريبة بتحصل، ممكن تفسري حبك ده للمايونيز بسهولة جدا. أليس ملت برطمان المايونيز بكريمة مخفوقة. هي ممكن تاكل المايو الحلو طول اليوم كله. حبيبتي انتي عارفة ده ايه؟ اوه يا ربي، هي بطنك مالها؟ هو في كائن فضائي طالع منها ولا ممكن يكون أسوأ؟ هو أنا هكون جد؟ بابا اهدى، الموضوع مش وحش للدرجة دي، ده حيوان راكون صغير مش أكتر. بص ده حلو قوي. حبيبتي انتي خوفتيني لحد الموت، وأنا افتكرت طيب أنا وراكون ده ممكن نعيش مع بعض. أوكي ممكن تحتفظي بيه. فعلا؟ شكرا ليك يا بابا، أهلا بيك في بيتنا يا فلافي، دلوقتي أنت فرد من أسرتنا. هنعمل ايه؟ هاي يا شباب، في ايه؟ احنا معنا تذكرة فيلم واحدة بس لينا كلنا، ازاي هنتسحب من ورا الحارس علشان ندخل السينما؟ انا عندي فكرة. اهلا يا بابا، بص انا جبت نتائج امتحاني. اوه عنيا، دي درجة رهيبة. أليس ازاي ده حصل؟ انا مش قادرة اصدقه، انتي ذاكرتي كويس جدا. يا شباب السكة فاضية ادخلوا. شكرا يا أليس. دي كارثة، مش مقبولة خالص. طيب أنا هروح أتفرج على الفيلم. استني، مفيش أفلام بالدرجات دي، روحي للبيت واعملي الواجب بتاعك. هاي بابا، بنتي الذكية أليس، انتي جاية جاهزة أحسن من أي حد تاني، معاكي كاس مليان بالأدوات المدرسية، شغل هايل. أوه لا، قلمي الرصاص اتكسر، أنا محتاجة أبريه. فين سكينة أشغالي؟ وبس أنا نسيتها خالص، دي مش سكينة حقيقية، دي كاندي. هنثبت ربسوس حامض في قطعة بلاستيك بحيث شكلها يكون كأنه نصل سكينة. مش ممكن تبري قلم رصاص بسكينة حلوة، لكن ممكن تاكلي سناك حلو. ألو؟ أيوة أكيد ممكن أتكلم دلوقتي حالا، الفيلم ده ممل. هي يا أنسة بطلي كلام. أيوه أسفة أنا انشغلت عنك. طيب حصل إيه؟ يا أنسة ممكن توطي صوتك؟ طيب ده ممل، عايزيني أقول لكم الفيلم ده هيخلص على إيه؟ سواق التاكسي هو القاتل، كل الناس زهقوا من كاتي الرغاية دي، إحنا لازم نوقفها، حتى لو ده معناه إن أنا مضطرة أقول جود باي لقناعي السري. هنقطع عصاية تشوبا تشوبس.
ونلزق كندي في القناع من جوه. أنا مضطرة إن أنا أضحي بكندي بتاعي. خلاص كده يا رغاية، تقدري تتكلمي بره. فيو، أخيرا ممكن أستمتع بالصمت. الأجهزة ممنوعة في الفصل. الحارس بيتأكد إن مفيش حد بيكسر القواعد. مفيش موبايلات، سماعات، ولا ساعات. أقفي، أنا هاخد ده كمان. بتحاولي تخبيه في الهود بتاعك؟ فكري في حاجة أحسن. هاي بابا. أوه بنتي، أنتي ذكية جداً. أنتي جبتي كتاب كبير للفصل. أنا فخور جداً بيكي. هنلف ملف كبير في ورق كرتون ونضيف فيه قطعتين ستيروفوم فيهم فتحتين للأجهزة، ونزين الغلاف علشان يكون شكله يشبه الكتاب. بصوا بنتي عبقرية، أنا اتأثرت جداً. ادخل يا حلوة. يا شباب دي نفعت، أنا خبيت أجهزة لكل الناس. خدوا شوية موبايلات وسماعات. في أجهزة كفاية نتحرك بيها في المكان. تحيا حرية الديجيتال للأبد. آسف لكن مش هقدر أسمح لك تعدي من غير تذكرة. خليني أدخل دلوقتي حالا، في حد جوه عيان. أنا من فريق الطوارئ. أوه فكرة هايلة، هنرش لون على شنطة عدة قديمة ونلونها أبيض ونرسم تقاطع أحمر على الجنب. ونضيف فيها كندي. أنا خبيت الحلويات في شنطة الإسعافات الأولية، أتمنى إني ما تمسكش. حبيبتي في إيه في شنطتك؟ حبوب، أنا ممرضة تحت التمرين يا بابا، أنت نسيت؟ أوه يبقى ساعديه. الشاب اللي هناك ده مخنوق بحبة فشار. أوه لا أنا ما كنتش مستعدة لده، يا ترى أعمل إيه؟ مفيش حاجة غير الكندي في شنطتي للإسعافات الأولية، هما بيحاربوا علشان ينقذوا حياته. طيب خلينا نجرب نعمل حاجة مختلفة. انطلق يا تشوبا تشوبس. واو دي نفعت. فيو أنا حاسس إن أنا أحسن، شكرا. أوه كندي، أنا كمان عايز واحدة. وأنا كمان، شكراً. السناكس بتاعتي، أنتوا رايحين فين؟ ده مش عدل. بنتي جت للمكتبة علشان تذاكر. أوه، إيه الكتاب الكبير ده؟ بابا فخور جداً بيكي. ادخلي بكتابك. أوكي يا بابا. يا شباب انتوا جعانين؟ مين عايز ياكل شوية فصول من الكتاب؟ هنغطي كيكة سابقة التجهيز بكريمة مخفوقة. هنلزقهم ونخلي الكيكة تتشبع بالكريمة، ونساوي الكيكة جاهزة علشان شكلها يكون شبه الكتاب، ونضيف كريمة أكتر على الأطراف. هنفرد فندق أبيض في طبقة رفيعة ونغطي كيكة بيها، ونثبت ورقة سكر مكان غلاف الكتاب من فوق. أوه كتاب حلو، ده شكله لذيذ. هايل، يلا ناكل سناك. أليس، أوه لا بسرعة انزل في الكيكة، اعمل نفسك نايم. أليس انتي نسيتي اسورتك في البيت. ايه ده؟ هو كويس؟ هو تعب بس من كتر القراية يا بابا، ده نايم شوية. أوكي كملي مذاكرة يا حبيبتي. فيهو احنا ممكن نكمل كتاب غدانا. حارسنا الصارم عند مدخل قاعة السينما، مفيش كندي هتعدي جوه. أنا لازم أخبي البوكي بتاعي لأن في كندي حلوة فيه. هنلف مصاصة في ورق كريب خفيف، هنثبتها بلزق بيخفي.
ونثبت بتلات معمولة من ورق كريب ملون من فوق. هنلزق شوية طبقات من البتلات ونقلد شكل الوردة ونضيف أعواد خشب في الساق. هنعمل شوية ورود مختلفة من ورق بالشكل ده ونثبت أعواد الخشب باللزق ونزين البوكيه بورق وشريط. هاي اعمل نفسك بتقدم لي البوكيه. ايه؟ اوه شكرا، انت لطيف جدا. حبيبتي مين ده؟ حبيبك الجديد؟ شكله كويس يا صاحبي، هنتكلم بعدين. استمتعوا بالفيلم يا ولاد. انا مرتبك. هو ده كان ايه؟ بس عايز تشوف تشوبس؟ يعني ده اللي انت كنت مخبياه في البوكيه؟ اكيد طبعا، فكرة حلوة. عجبتكم طريقتنا لتمرير الحاجات الممنوعة من ورا حارس الأمن؟ يبقى قولوا لنا في التعليقات ازاي ممكن تخبوا كاندي وأجهزة من باباكم. يا ترى هتعملوا كيكة كتاب، معدات إسعافات أولية حلوة، ولا بوكيه كاندي؟ وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتنا وتضغطوا على الجرس علشان ما تفوتوش أي فيديوهات مضحكة جديدة من تروم تروم.